قلبا طاهرا تخلق لي يا إلهي سرا ساكنا جدتي يا ملائي، وبروح القوة تثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة تفشدني على صراطك يا رجائي، بسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي، وبأرياح الصمدية تفهجني يا آخري، وبنغمات الأزلية تسرحني يا مؤنسي، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبظهورك ياتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني. يا أبناء الروح أنتم خزائني، لأن فيكم كنست لآلي وأسراري وجواهر علمي، فاحفظوها لئلا يطلع عليها أغيار عبادي وأشرار خلقي. يا ابن من قام بذاتي فأنا أكون نفسي أعلم بأني قد أرسلت لك روح قدس كلها، وأتممت القول عليك وأكملت النعمة بك، ورضيت لك ما رضيت لنفسي فارضى عني، ثم اشكرني إنسان، اكتب كل ما ألقيناك من مداد النور على لوح الروح، وأن لم تقدر على ذلك فاجعل المداد من جوهرك، وأن لم تستطيع فاكتب مداد الأحمر لصفك في سبيلي، إنه أحلى عندي من كل شيء يثبت نوره الأبد. السلام عليكم.